صبريار. اهلا وسهلا بكم في صبريار. طقس متاع بحر توا يا جماعه. لا طقس هايل، طقس هايل، انا نحبوا البحر. وانا جاو خويا في بحوراتنا، اما بحوراتنا اللي ما زالت صالحه للعومان صراحه، ما انا ترزينا في برشا بحورات بسبب الاهمال والذين عبثوا في الحال والاحوال. اما هايل 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 جو البحر، مازال عندنا، بحورات مزيانين، ولو انه تحرمنا كما قلت لكم، تحرمنا من برشا بحورات بصراحه، كانوا ملاذ للعائلات في كل صيف. توا ولات حالتهم تكرب بالتلوث وكل حاله، كل عام نزيدوا نخسروا بحر جديد. والله اعلم وقتاش يقف هالمده هذايا، ولا ربي معنا خويا، عندنا بحورات تتفتق. اما اسمع، ثم ظاهره مهمه بربي في بحوراتنا يلزمنا نعرجوا عليها ما دام مش بدنا موضوع البحر بربي. يعني ظاهره تركب العصب، هي عندها مده وهي تتفاقم في البحورات نتاعنا، وهي هذيك حكاية جماعة الباركينج في الشط. جماعة الباركينج في الشط دولة في وسط دولة. راهو جماعة ذوكم، أنت تحط الكهرباء قدام البحر ويخرج لك واحد من الرمل، لك ينبت من تحت الرمل يجي قدامك. تفضل قول له شكون سيادتك؟ يقول لك أنا السيد نتاع الباركينج. هكاك توكو غاي، مش موظف راه، ولا عاون في البلدية ولا لا هكاك اسمه نتاع الباركينج. اش تخدم؟ أنا السيد نتاع الباركينج. اسمع، لا رخصة لا باتيندا لا بادج لا شهادة ولا والو، راس ماله عصا وشويه وشامه كيف في الزند اليمين كي، ويقف لك على باب الباركينج. انت تهبط من الكهرباء ويخرجك من رمالك العقربي. وبعد ما تخلص الباركينج بابا، تدخل الشط، تلقى الشط بكله باراسولات، تجي تقعد تقول لك سلام 30 دينار حقك للباراسول. انت تقول له لا يقول لك 30 دينار، واش تقعد انت على الشط 40 دينار، واش تقعد التالي انت في راج 30 دينار. انت تقول له ما يحبش باراسول، لا يقول لك مش باهيت لك الشمس. يا ودي راني باهي نحب نتصاد بالشمس، جاي باش نتبرنز راني، لا يقول لك كومام تكري باراسول. اخويا راني جبت باراسولي معايا، يقول لك ترجع باراسولك للكهرباء وتكري باراسول من عندي، ما كانش برا روح عم في بيت البانو نتاع. قمه نتاع اخلاق يا جماعه الباراسول هذوما، حاجه وحدها. تو البحر ما عادش بلوشي راه اخويا، البحر تو بالفلوس راه، دوب ما توصل يقول لك السلام عليكم 5000 حق الباركينج. تعطيه حق الباركينج، تهبط على الشط يقول لك اكري باراسول خويا ب 35 40 دينار الباراسول. تكري باراسول يقول لك اكري كراسي ب 3000 الكرسي. تكري كراسي يقول لك تكري طاوله ب 10000 الطاوله. تكري طاوله يقول لك تهبط شرب بالسيف. تلقى روحك ماشي للبحر اللي هو بلوشي ودافع 70 80 دينار جريه، وزيد تبدا قاعد في البحر على روحك، ويهد عليك واحد يبيع في الطابونه سخونه. طابونه سخونه في قلب السخانه في البحر. يا ربي ما البحر هايل، البحر هايل يا ميتي. الصيف ضيف راه، وعدك به مشي راه، برا وبحره. انا نعرف واحد مغروم ياسر هو بالسباحه في المياه العكره، خدم مده غطاس في بحيره حمزه قبل ما ينفخوه ويشربوا ماء، كان ديما يكتب على الحوت ويسيب في الماء. يا اخي ملي سكروا عليه الفانا قعد يعوم في الشايح. قلت له بربي باش نسالك في الدومين، مادامك خبير في العمان، توا وقتاش نوصلوا للبر الامان؟ قال لي انت والكورينتي وين باش يهز؟ قلت له ما علمنا كيفاش نعوموا بسيفتك عوام. قال لي ننصحك كان تحب توصل للبر الامان عمرك ما تسبح ضد التيار. علاش؟ قلت له خمش السباحه حره. قال لي اللي يعوم ضد التيار من اول موجه يعواج، اما اللي يعوم مع الموجه عمرها ما تغلبوا الامواج. والله قلت له هكا عوامت القضيه يا عوام، راني نعرفك، اللي يجي يعوم معاك يخرج شايح. ايا وليت هزيت من شفتي ودبوست الطفل ونفضت الرمل، وقلت اكيد يجي نهار وهالبلاد نلقوا لها حل، اما اولا لازمنا نقضوا على جماعه البندير والطبل، وانا هاني صابر برا.